السلام عليكم ورحمة الله. الموصل، أم الربيعين، الحدباء، مدينة الرماح، تعيش لحظات حاسمة بعد أكثر من سنتين على سيطرة تنظيم داعش على المدينة. الأنظار تتجه إلى أرض الموصل، ومصير أكثر من مليون إنسان بات الحفاظ على حياتهم وعدم تعرضهم للأذى يشغل المجتمع الدولي، بل ويقلق منظمات حقوق الإنسان مخافة تكرار سيناريو المدن المستعادة من تنظيم داعش. إذن معركة استعادة الموصل بدأت بعد طول انتظار، وبدأ معها التطلع إلى مرحلة ما بعد داعش في تغطيتنا المباشرة على الهواء لتطورات معركة الموصل. نسلط الضوء على مسار المعركة وتطوراتها والأطراف المشاركة فيها ومصير المدنيين في مدينة الموصل. في هذه التغطية على البث المباشر سنقوم أيضا وبتعاون غرفة الأخبار بمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة بما يجري على أرض الموصل الحدباء، ولكن بداية سنقدم لكم هذا التقرير الذي يخص معركة الموصل لنكمل بعدها التغطية المباشرة. وابتدأت عمليات تحرير الموصل. دقت ساعة التحرير، هكذا أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق معركة استعادة الموصل من داعش، مؤكدا أن العملية تتم بقيادة الجيش والشرطة الاتحادية وليست أي جهة أخرى. العبادي دعا في كلمة متلفزة ألقاها وهو يرتدي الزي العسكري أهالي الموصل للتعاون مع القوات العراقية والتعايش السلمي مع كافة المكونات بعد استعادة السيطرة على المحافظة، مطالبا بإفشال جميع محاولات منع انطلاق العملية. وأشار إلى أن النصر حصة جميع العراقيين، وأن الحكومة تعمل على إعادة الاستقرار والخدمات للمدن التي تتم استعادتها من سيطرة داعش، لافتا إلى أن القوات العراقية وحدها هي من تقاتل داعش في الموصل. وفور الإعلان عن بدء المعركة بدأت القوات العراقية برفع السواتر الترابية في مناطق سهل نينوى، وخصوصا ضمن محور الخازر شرق الموصل، لتتقدم القطاعات العسكرية باتجاه مناطق سهل نينوى ومن ثم الموصل. طائرات التحالف شنت سلسلة ضربات جوية على مواقع متفرقة لداعش داخل مدينة الموصل، ممهدة للهجوم الذي تزامن مع قصف مركز من المدفعية الذكية الأمريكية والتي قصفت مواقع للتنظيم في ناحية بعشيقة شرق الموصل، فضلا عن ضربات جوية أخرى لمناطق متفرقة في سهل نينوى. من جانبها باشرت قوات البيشمركة القصف المدفعي على مواقع داعش في قضاء الكيف ومحور النوران ومنطقة الشلالات شمالي الموصل. يأتي ذلك في وقت عبرت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد على مصير نحو 1.5 مليون مدني في الموصل، داعية إلى حمايتهم. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن هجوم القوات العراقية على الموصل يشكل لحظة حاسمة، مبديا استعداد الولايات المتحدة وباقي دول التحالف لدعم قوات الأمن العراقية ومقاتلي البيشمركة في المعركة. ويشارك في معركة الموصل أكثر من 60,000 عسكري من القوات الحكومية والبيشمركة والشرطة والحشد العشائري. إذن بعد مشاهدتنا للتقرير الذي أعدته غرفة الأخبار في قناة الفلوجة الفضائية، ننتقل الآن إلى موفدنا في محور الخازر قرب معركة الموصل، الزميل ناهض الزيدي معنا الآن على الهاتف. أهلا بك ناهض. نعم أهلا بك زميلي ناطق. أهلا بك، يعني أنت الآن بالقرب من جبهة الموصل، يا ريت تحدثنا عن آخر المستجدات، يعني ما هو مسار المعركة لاستعادة مدينة الموصل؟ نعم ناطق، يعني الصوت غير واضح، لكن معركة الموصل بدأت اليوم الساعة 5:30 فجرا، بدأت من محوري الخازر والجوير. فيما يخص محور الخازر، بدأت قوات البيشمركة مدعومة بالطيران التحالف الدولي، كذلك القوات العراقية
بالهجوم على 9 قرى في ناحية بعشيقة. هذه القرى خالية من السكان ما عدا مسلحي تنظيم داعش. بدأ الهجوم من الجهة الشرقية قوات البيشمركة، ومن الجهة الغربية قوات الجيش العراقي. هناك اشتباكات متقطعة دارت، لم تكن بالاشتباكات العنيفة، استخدم فيها التنظيم قصف القوات بقذائف الهاون واعتمد على العجلات المفخخة. لكن رغم كل هذا القوات بدأت باستعادة 8 قرى، وهي قرية باصخرة وبازقرتان وترجلة وشيخ أمير وبدأ الكبرى والصغرى وقبرلي وشاقولي. هذه القرى هي يعني في محور الخازر، وقرية أخرى فطرت عليها قوات الجيش العراقي التي تحاول الوصول إلى مفرق كلفقف الذي يعد المدخل الرئيسي لمدينة الموصل. طيب يعني ناهض الآن بهذه اللحظات، هل هناك يعني اشتباكات؟ هل هناك قصف؟ هل هناك غارات جوية؟ هل هناك مقاومة من قبل تنظيم داعش؟ الصوت غير واضح، عفوا. يعني يا ريت اذا ما اعرف تسمعني الان ناهض بشكل واضح. ناهض تسمعنا ناهض الزيدي؟ يعني لم اسمع السؤال جيدا ناطق. يعني المقاومه الان، انت في محور الخازر، هل هناك اشتباكات؟ هل هناك قصف؟ لم أسمع سؤال جيدا، لكن المرحلة الأولى من معركة تحرير الموصل والتي بدأت من محاور البوير والخازر شارفت على الانتهاء. ستكون المرحلة المقبلة هي مركز مدينة الموصل. القوات العراقية الآن سيطرت على منطقة النمرود جنوب شرقي الموصل وحمام العلي جنوبي المدينة، وبدأت بتوجيه نداءات إلى الأهالي بعدم الخروج من منازلهم والتعاون مع القوات الأمنية، لأن الساعات القليلة المقبلة ربما ستكون هي العملية الكبرى لاقتحام مركز مدينة الموصل. طهران تعرف الدولي الآن يقصف مناطق عدة في مدينة الموصل في جنوبها وشرقها ووسطها، يستهدف مقرات تنظيم داعش. أيضا هناك يعني قوات عسكرية كبيرة اتجهت إلى مركز قرب مركز مدينة الموصل تتمركز الآن من المدفعية والدبابات. أيضا قوات من البيشمركة حاصرت مركز مدينة الموصل من الجهة الشرقية. كما ذكرت لم يتبقى سوى يعني قرى عدة في قبائل حمدانية الواقع ومن سهل نينوى، ومن ثم التوجه إلى مركز مدينة الموصل. طيب يعني يا ريت لو تسمعني الآن ناهض، أود أن أسألك عن عملية النزوح. هل نشهد الآن عملية نزوح للمدنيين؟ هل هناك يعني معابر آمنة لهؤلاء؟ يا ريت لو تسمعني كان. نعم ناطق، يعني المعارك التي جرت في هذه القرى لم يكن مدنيون متواجدون بها، كانت خالية منهم سوى عناصر تنظيم داعش وقادته الذين قتل العديد منهم واستطاع الهرب القسم الآخر منهم. أما بالنسبة لخصوص المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان، فالقوات الأمنية تعهدت بفتح ممرات آمنة لمن يرغب بالهرب من المدينة. هذا على لسان قيادات عسكرية عراقية وقيادات في قوات البشمركة الكردية. نعم. طيب أريد أسألك أيضا ناهض عن مقاومة داعش. هل هناك مقاومة أنه فقط يهرب من المدن حسب ما أشيع من أخبار على مواقع إلكترونية؟ هل هناك مقاومة من داعش؟ أظن ناطق الصوت غير واضح. على العموم يعني ما أعرف ناهض لم يسمعني، ولكن بهذه اللحظات هذه الصور المباشرة من أرض المعركة نعرضها على حضراتكم الآن، ومن الواضح هناك قصف جوي من قبل طائرات التحالف الدولي كما نشاهد بهذه الصور المباشرة على الهواء. واضح أن هناك يعني طلعات للطيران الجوي للتحالف الدولي، ويقوم بقصف بعض أهداف التي تعود لتنظيم داعش لبدء استعادة مدينة الموصل. لا أعرف إن كان ناهض ما زال معنا أم لا.
إذن كان معنا من محور الخازر موفدنا ناهض الزيدي، حدثنا مباشرة عن آخر المستجدات التي تحدث هناك. إذن الآن أيضا ناهض، كان فجر اليوم وقناة الفلوجة حاضرة مع موعد ساعة الصفر لانطلاق معركة استعادة الموصل. كان هناك مفادنا إذا ناهض الزيدي بهذه التغطية وهذه الجولة لينقل لنا كل المستجدات حول معركة استعادة مدينة الموصل، فإلى ناهض الآن. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، أحدثكم أنا مراسل قناة الفلوجة ناهض الزيدي من قمة جبل زرتك في قضاء الحمدانية ضمن مناطق سهل نينوى، حيث من هنا انطلقت العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش. طيران التحالف الدولي ومدفعية قوات البيشمركة بدأت منذ ليل أمس باستهداف مواقع التنظيم في هذه القرى ضمن قضاء الحمدانية، وما زال القصف مستمرا. ربما في الساعات القليلة المقبلة سنشهد اقتحاما لها. السلام ورحمة الله وبركاته. مباشر إذا مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بالساعات الأولى من عمليات القصف
التي يشنها التحالف الدولي وقوات البيشمركة على مواقع تنظيم داعش في قرى قضاء الحمدانية. حتى اللحظة الأهداف التي قصفها التحالف الدولي وقوات البيشمركة أصيبت بنجاح بحسب مصادر عسكرية. ربما في الساعات القليلة المقبلة سنشهد عملية اقتحام لبعض القرى التي يسيطر عليها تنظيم داعش تحت جبل زرتك بالتحديد من محورين. إذا تابعنا معكم هذه اللقطات الحصرية لقناة الفلوجة الفضائية من خلال مراسلنا المتواجد في محور الخازر في الموصل مع الساعات الأولى لانطلاق معركة استعادة الموصل. وطبعا للمزيد من الحديث ومتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة معنا ضيوفنا في هذه التغطية المباشرة من بغداد العميد ضياء الوكيل الخبير العسكري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. وأيضا من العاصمة الأردنية عمان معنا اللواء هاشم السمرائي الخبير العسكري. سيادة اللواء أهلا بك في قناة الفلوجة. أهلا وسهلا. البداية ستكون من بغداد مع العميد الوكيل مع بدء ساعة الصفر لانطلاق معركة استعادة الموصل. ما هي قراءتك الأولى للوضع الميداني لتحرير هذه المدينة؟ شكرا لكم على الاستضافة وتحية لضيفكم الكريم من عمان، تحية للمشاهدين الكرام. أنا تحدثت قبل يومين بالتحديد. إذا أمكن مهندس الصوت يضبط الصوت لأنه في صدى يرجع عليه بقوة إذا أمكن. يعني يا ريت أنه يتأمن الصوت بشكل واضح مع الضيف. شكرا. نعم. أنا تحدثت عبر هذا المنبر الكريم قبل يومين وقلت أن ساعة الصفر وشيكة، وهذا ما حدث بالفعل، لأن القوات المسلحة العراقية استعدت بشكل كامل وكانت جاهزة للشروع بعملية تحرير محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه الخصوص. وكانت هنالك يعني أحداث اتفاقات وتنسيق على مستوى سياسي عالي مع إقليم كردستان غير مسبوق حقيقة، واستطاعت بفضل هذا التنسيق أن تدخل القوات المسلحة العراقية لأول مرة منذ عام 1996 أن يعني تنتشر في أماكن في سهل نينوى للقيام بالتنسيق مع قوات البيشمركة للقيام بعمليات يعني الاقتحام والهجوم وعمليات التحرير والتطهير. أنا أرى أن يعني هذه بداية موفقة. الساعات الأولى حملت يعني لنا أخبار طيبة من ساحة العمليات. أعتقد أن يعني عملية التحرير يعني تقسم، أو أعتقد أن الخطة قسمتها إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى تشمل تحرير المقتربات المؤدية إلى المناطق المبنية وتخوم مدينة الموصل، وقد يعني بدأت العمليات في سهل نينوى من ناحية يعني من الهلال المحيط بمدينة الموصل، تلكيف، الشيخان، الحمدانية، والخازر، والقوير،
وكذلك القوات المسلحة العراقية، كل من له دور، كل من له مهمة. أعتقد أن هذه العمليات تهدف حاليا في صفحتها التمهيدية الأولى إلى تحرير هذه المناطق والوصول إلى المناطق المبنية، خاصة يعني ليس فقط من المحور الشرقي فقط، إنما من المحور الجنوبي باتجاه يعني الشورى وحمام العليل، ومن الممكن أن ينطلق محور آخر باتجاه الحضر تل عبطة على يعني على تل لعفر لتلتقي بالقوات المسلحة القادمة من يعني من حمام العليل لتحاصر مدينة الموصل بشكل كامل. الأهمية ستكون للجانب الأيمن أو الجانب الغربي لنهر دجلة لوجود المباني الحكومية، وأيضا يعني تمركز تنظيمات داعش في تلك المناطق، وجود يعني أمور يعني بعض المباني الرمزية مثل جامع النور الكبير الذي أعلن منه زعيم داعش أبو بكر البغدادي قيام دولته المزعومة. المرحلة الأولى في اعتقادي ستنتهي عندما تسيطر القوات المسلحة على مطار الموصل الدولي، حيث ستنتقل قيادة العمليات إلى ذلك المطار، ليس من أجل هبوط ويعني وإقلاع الطائرات، إنما من أجل أن تكون قريبة على المعركة، الصفحة الأهم في معركة تحرير محافظة نينوى ومدينة الموصل، وهي معركة المناطق المبنية. طيب ننتقل إلى عمان مع اللواء السامرائي. سيادة اللواء، إذن يعني رغم الصعوبات التي واجهت بداية انطلاق معركة استعادة الموصل، السيد الوكيل يقول ويؤكد أنه كان هناك تنسيقا بشكل ناجح بين الأطراف المشاركة بهذه العملية، كيف ترى تمهيد عملية استعادة الموصل من الناحية العسكرية، وهل بالفعل الوقت كان مناسبا لانطلاقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم ولضيفكم الكريم العميد ضياء الوكيل. أنا باعتقادي أنه لا زالت لحد الآن لم تبدأ عمليات تحرير الموصل بشكلها الفعلي. الآن نحن تقدمت القطعات في اتجاه محيط الموصل وليست على يعني مركز مدينة الموصل. نعم، بدأت القطعات بالشروع منذ فجر هذا اليوم بالتقدم على محيط الموصل من الاتجاه الغربي ومن الاتجاه الجنوبي، من الاتجاه الشرقي العفو ومن الاتجاه الجنوبي، وهناك تنسيق فعلا يعني بمستوى عالي بين القطاعات وبين الحكومتين، حكومة بغداد وحكومة كردستان. لكن هذا الموضوع هو موضوع لا زال في البداية. نحن الآن نتحدث عن قرى ليس لداعش تواجد فيها بشكل مركز أو كبير، هناك مفارز ربما أن تكون مفارز تعويق لداعش في هذه المناطق، وبدأ بالانسحاب من هذه لكي يقلل خسائره في هذه القرى. الآن نحن نتحدث عن الطوق الذي سيلي هذه الصفحة، صفحة تحرير المناطق المحيطة بالموصل، هي صفحة سهلة جدا، ولكن الصفحة الأخرى، الصفحة الثانية التي تتناول الجانب الأيسر وتتناول ومن ثم الانتقال للجانب الأيمن، هنا تكمن المعركة الحقيقية وهنا تكون المفاجآت. مثل ما هناك استراتيجية للقوات المسلحة العراقية ولقوات البيشمركة، بالتأكيد هناك استراتيجية أخرى للدفاع عن هذه المنطقة من قبل الدواعش. تتمثل هذه الاستراتيجية في ترك بعض الخنادق، حفر خنادق وعمل مصدات كونكريتية، وربما أن تكون هناك مناطق ملغمة ومنهم، وربما تكون هناك سيارات مفخخة، وربما أن يكون هناك انتحاريين في هذه المناطق. هذه كلها لحد الآن لم تظهر لدينا بشكل جلي وبشكل معلن. اليوم علينا أن ننتظر الساعات القادمة لكي نرى ماذا ستستخدم قوات الدواعش من استراتيجية، لأنه المعلن عن داعش استراتيجيته هو ترك بعض المفارز والانسحاب بالقوة الأكبر إلى داخل المدينة، ثم الدفاع من داخل المدينة،
وهو ما سيوقع خسائر كبيرة بين المدنيين إذا ما انسحب إلى داخل المدينة، لأن هناك عزم لقوات التحالف والقوات المتحالفة معها لكي يتم طرد داعش من مدينة الموصل وبالكامل. طيب سيد الوكيل، هل يمكن أن نواجه بعض المفاجآت عند الدخول إلى مركز مدينة الموصل، باعتبار أنه لحد الآن المعركة ليست معقدة ولا صعبة؟ ربما هل سنشهد مفاجآت عندما نكون أو تكون القوات العراقية داخل المدينة؟ يعني بالتأكيد هذه يعني هذه الصفحة الحالية، تنظيم داعش لا يقاتل في المناطق المكشوفة ولا يتشبث في الأرض. المعلومات التي ترد حاليا من جبهات القتال، أنه أنت تعلم يعني موضوع حتى عرضته أنا لاحظته في التقارير، هذه المناطق المحيطة بمدينة الموصل مناطق سهلية وزراعية. أول شيء الوقت مناسب جدا الآن قبل حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار، حيث يصعب يعني تحرك المعدات الثقيلة العسكرية الثقيلة. تنظيم داعش يعني لا يوجد حاليا، المعلومات تشير لا يوجد مدنيين في القرى التي يعني تصلها قوات البيشمركة والقوات المسلحة العراقية، باستثناء يعني بعض الدواعش الذين يعني تواجدوا من أجل إعاقة أو تأخير تقدم القوات المسلحة العراقية، وهي فعلا القوات البيشمركة والقوات العراقية تتقدم بحذر شديد، لأن المعركة لا زالت في بدايتها، وأيضا هنالك عملية استشراف ويعني استكشاف وعمل استخباري مستمر. نعم. وأيضا هي معركة فيها جانب كبير للهندسة العسكرية التي تقوم يعني بعملية إزالة العبوات. طيب. والمفخخات من طريق القوات المتقدمة. يعني دعني أنتقل الآن سيد الوكيل يعني إذا سمحت فعلاً لي. فعلا ستحسم. طيب. فعلا ستحسم هذه المعركة، ولكن الصفحة كما قلت وأسلفت، الصفحة الأصعب أو المعركة الكبرى هي التي ستجري في المناطق المبنية، خاصة إذا ما علمنا أن مدينة الموصل فيها محيط يقترب من 45 كيلومتر. نعم. فيها طول 16 كيلومتر، يعني نتحدث عن كيلومترات ونتحدث عن شوارع وأزقة وجسور. يعني مدينة الموصل. طيب. إذن يعني فيها خمس جسور منصوبة على نهر دجلة. نعم. وهنالك جسر تحت التشييد. يعني تنظيم داعش يعني عناصر القوة أو مضلع يعني أو مربع القوة معروف لدى يعني تنظيم داعش ومكشوف أيضا، وهو استخدام الانتحاريين ويعني المفخخات. نعم. واستخدام يعني. طيب. الهاونات سيد الوكيل. والقناصة هذه مكشوفة وقد استعدت لها القوات المسلحة العراقية. هنالك يجب أن نلاحظ هنالك تفاوت يعني هائل في ميزان القوى لصالح القوات العراقية، عشرات الألوف يعني من التشكيلات من الجنود، تشكيلات مدرعة. طيب سيد ضياء. مئات الدبابات. يعني دعني أنتقل إلى عمان مع السيد هاشم السام الرأي. يعني الأخبار دائما تأتينا يعني سريعة الآن، يعني سيطرت قوات التحالف وجهاز مكافحة الإرهاب على معمل كبريت المشراق من خلال إنزال جوي. يعني عملية تكتيك الإنزال الجوي التي تستخدم من قبل قوات التحالف، من قبل قوات مكافحة الإرهاب، لأي مدى يمكن أن تسهل وتمهد للدخول إلى مدينة الموصل؟ بالتأكيد كل عملية إنزال لها خصوصية. عملية الإنزال اللي تمت في معمل مشراق لا ليس لها تلك الأهمية سوى السيطرة على مساحة معينة من الأرض. أنا أعتقد أن القصف الجوي سيحدث خلل كبير في يعني بنك المعلومات التي تم التعامل معه منذ فترة طويلة. لماذا؟ الآن كافة الأهداف الموجودة هي مسجلة بشكل دقيق جدا. الأهداف المعادية، وأقصد بها مكان تواجد قوة الدواعش سواء في المدارس أو في المستشفيات
أو في المناطق السكنية أو في أي مكان آخر. الآن عندما بدأ القصف المدفعي والقصف الصاروخي والقصف الجوي، بالتأكيد سيقوم داعش بتغيير هذه المواقع إلى مواقع بديلة، ربما المواقع بديلة الأولى، وربما سينتقل إلى مواقع بديلة أخرى. هذه العملية ستفقد القوات المسلحة بنك المعلومات الذي تم تهيئته منذ فترة طويلة، وبالتالي يجب الاعتماد بشكل كبير جدا على المدنيين المتواجدين داخل المدينة لغرض تزويد القوات المسلحة بالمعلومات الجديدة والدقيقة عن تواجد المدني، عن تواجد الدواعش. يعني ألا يمكن سيادة اللواء، ألا يمكن أن تقوم غرفة العملية بتغيير تكتيك أو خطة أو استراتيجية معركة الموصل مع طبعا كثافة القصف الجوي؟ بالتأكيد لابد وأن تضع خطط بديلة. واحدة من الخطط البديلة هي منظومة الاستخبارات، يجب أن تكون دقيقة جدا وفعالة في هذه اللحظات، في هذه الساعات يجب أن تكون فعالة جدا، ويجب أن تكون هذه العناصر تزود مراكز العمليات بمعلومات جديدة لحظية، ربما أن تكون لحظية وليست بالدقائق، لأنه داعش يستخدم عنده قدرة المناورة وعنده قدرة الاختفاء وعنده إمكانية تبديل مقراته ومراكز القيادة. وبالتالي إذا حسبنا أنه لاستراتيجية داعش استراتيجية انسحاب من المدينة، فلدينا يجب أن تكون خطة. وإذا كانت الخطة أو استراتيجية داعش هو الدفاع في المدينة حتى الموت، فيجب أن تكون هناك خطة أخرى. أنا أعتقد أن هناك أن استراتيجية داعش هي الدفاع بشكل بسيط جدا داخل المدينة والانسحاب بالاتجاه الغربي عبر البعاج إلى المناطق الصحراوية، وربما أن يكون عبر سوريا أو إلى المناطق إلى بادية الأنبار ليعود مرة أخرى بعد تحرير الموصل على شكل مفارز أو على شكل مجاميع انتحارية لتهديد المناطق أو لتهديد المناطق السكانية مرة أخرى. نعم، يعني للتنويه أيضا أنه غرفة الأخبار في قناة الفلوجة الفضائية تتابع آخر المستجدات، وفي خبر جديد من مصدر عسكري تؤكد أن القوات العراقية تتحشد حول ناحية الجوير شمال شرق البوصل تمهيدا لاقتحام المدينة. سيد الوكيل، يعني مسألة دخول القوات الأمنية العراقية إلى بعض القرى جنوب الموصل يعني دون مقاومة تنظيم داعش، ماذا يعني ذلك؟ هل سيختفي داعش مثل ما اختفى في بعض المدن في الأنبار؟ لا، أنا قلت أن تنظيم داعش يعني لن يقاوم ولن يقاتل في المناطق المكشوفة، وإنما سيترك مفارز يعني لتعطيل تقدم القوات المسلحة العراقية، فهذا يعني لن يفاجئنا أبدا. أنا أقول ويعني أن هناك خلل واضح لصالح القوات العراقية في ميزان القوى، يحاول تنظيم داعش أن يعوضه بالجانب العقائدي، فلذلك الضربات القوية للضربات الجوية القوية التي توجه إلى مراكز القيادة والسيطرة ومقرات يعني التخطيط والتفكير لنصفه بالجهاز العصبي لتنظيم داعش، تحاول هذه الضربات القوية والقاتلة يعني أن تكسر إرادة القتال لدى هؤلاء وتربك الوضع الداخلي العسكري لدى تنظيمات داعش، وتشعر بعض هؤلاء أنه لا جدوى من مواصلة القتال، ويعني دفعهم إلى التسلل أو يعني الهرب من ساحة القتال، خاصة إذا ما علمنا أن هنالك ثغرات مفتوحة، خاصة يعني المحور الغربي لا يزال مفتوح وليس فيه حركات أو فعاليات. طب هذا يؤكد الكلام يعني سيد الوكيل، يعني معركة وفن الحرب، يعني هذا يؤكد أنه قد يهرب داعش إلى منطقة قريبة في سوريا إلى مدينة الرقة مثل ما توقعت واشنطن. يعني
ألا يعني يدفع هذا الموضوع أنه حتى بعد استعادة مدينة الموصل ربما يقلق بعض الأهالي، يقلق بعض السكان أو حتى الحكومة العراقية من إعادة احتلال الموصل من قبل داعش المتواجد بجوار مدينة الموصل؟ وهم يجب أن يكون لديك يعني خطة بديلة، يعني خما يعني تعيد التجربة وتعيد الفشل. هنالك أسباب على الأقل مقاومة ستكون قريبة، يعني سياسية أمنية. نعم، يعني تكون ربما مقاومة من قبل مدينة الرقة، من قبل تنظيم داعش يهدد مدينة الموصل مرة أخرى. يعني كيف نطمئن العالم والناس؟ نعم يعني دعني أقول لك أمرا، يعني سربت يعني بعض المصادر يعني في الاستخبارات الأمريكية أنه هناك جرت مفاوضات عن طريق طرف ثالث أنه فتح ممرات آمنة لتنظيمات داعش للانسحاب يعني من مدينة الموصل مع عوائلهم ومع أسلحتهم، وأعتقد هذا جوبها بالرفض من قبل يعني الحكومة العراقية قبل أن تفاتح فيه. تنظيم داعش يعلم جيدا هو لا يرغب بأن يخوض معركة خاسرة، يعلم جيدا أن هذه ميزان القوى ليست في صالحه، وهو يحاول وسيحاول وسيتعمد إلى التملص من هذه المعركة يعني في النهاية، وينسحب باتجاهات مختلفة من أجل الحفاظ على ما تبقى من عناصره ومن يعني أسلحته وما يعني حصل عليه من أموال من مدينة الموصل. نعم، يعني على ذكر الممرات الآمنة لتنظيم داعش، يعني خلاني أنه أسأل على الممرات الآمنة أيضا عن الأبرياء من المدنيين. ولكن قبل محاورة هذا الموضوع، هناك أيضا خبر آخر من غرفة الأخبار عن أنباء عن استعادة كامل ناحية بعشيقة التابعة لقضاء الحمدانية شمال شرق الموصل. يعني سيادة اللواء السامرائي، أيضا بعشيقة تم استعادتها بالكامل، ولكن إلى الآن لم نشهد عملية نزوح للمدنيين المتواجدين داخل مدينة الموصل، ولم تؤمن حتى الآن أي معابر آمنة لكل هؤلاء. موضوع النزوح لا زال لحد الآن يعني قيد القرار عند أهالي الموصل. أنا أعتقد أنه كل البيانات والتسريبات والمعلومات التي تيسرت خلال الشهر الأخير أنه ليست هناك قدرة لا عند الحكومة العراقية ولا عند حكومة كردستان ولا حتى المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لاحتواء النازحين. فأنا في تقديري الشخصي أن أبناء الموصل سيموتون في بيوتهم، سيستشهدون في بيوتهم، ولم يخرجوا إلا القلة القليلة منهم خارج المدينة، لأن النزوح هو عملية إهانة للبشر. فأنا أعتقد أن أهالي الموصل ليست لديهم الرغبة بالنزوح إلى أي منطقة معينة، حتى لو على محيط الموصل، ولو حتى تم إيواءهم في مناطق آمنة. أنا أعتقد أن أبناء الموصل سيحملون السلاح بالقدر الذي يتواجد عندهم السلاح، وسوف يقاتلون الدواعش، وسوف ينتصرون عليهم مع القوات المسلحة التي ستدخل. أبناء الموصل اكتووا من ما اكتوت أي شريحة معينة، ولذلك أنا أعتقد في تقديري لن تتم عملية نزوح كبيرة جدا إلا إذا كانت هناك مفاجآت كبيرة، وإلا إذا استخدمت القوات المسلحة القصف الشديد جدا على المدنيين وبقصد أن يقوموا بالنزوح، والقصف المدفعي ربما أن سيجعل بعض المناطق هذه ربما ستقوم بالنزوح. ولكني أعتقد أنه إذا كان هناك قصف مركز على الدواعش وقصف جوي على الدواعش تحديدا، فلن تقوم عملية نزوح كبيرة جدا. وأنا تحدثت أن إذا أرادت القوات المسلحة أن تدخل إلى مدينة الموصل بشكل يعني على الأقل آمن بالقدر الذي يسمى آمن، عليها أن
تتعامل أو تنسق مع من يتواجد من الشباب في داخل مدينة الموصل لكي يزودوها أولا بالمعلومات ولكي يكونوا معها عيون لأجل مطاردة داعش في هذه المناطق. يعني الأخبار تأتي بشكل عاجل دائما، حيث أكد الآن في خبر عاجل مصدر عسكري يؤكد أن قوات البشبرقة تصل على بعد 12 كيلو متر من مركز مدينة الموصل. وفي خبر عاجل أيضا وسائل إعلام تركية تؤكد أن وزير الخارجية التركي سيصل إلى بغداد. وفي هذه الأثناء نعود إلى السيد الوكيل ونسأل لماذا الحكومة العراقية لم تؤمن معابر للمدنيين في الموصل إلى الآن؟ في يعني نوقش هذا يعني الموضوع أثناء يعني التهيئة للخطط العسكرية بالتشاور مع يعني مستشاري الأمم المتحدة وخاصة يعني مفوضية شؤون اللاجئين، يعني حتى يعني لإيجاد حلول لهذا الموضوع، رغم يعني التصريحات المتشائمة التي صدرت من قبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا، وهو قال يعني ليس لدينا قدرة إلا على يعني استيعاب 60,000 نازح. الخطة الحكومة العراقية استنفرت يعني الإجراءات وأوصت الوزارات لحد يعني يوم أمس تحدث يعني السيد رئيس الوزراء وقال يعني أنا لم أحدد ساعة الصفر إن لم أتأكد أن هنالك إجراءات بلغت أقصاها فيما يخص الجانب الإنساني. لكن لم نشهد عملية نزوح إلى الآن سيد ضياء، إلى الآن لم نشهد عملية نزوح. نعم. رغم القلق الدولي من كارثة إنسانية قد تقع في أي لحظة على المدنيين الأبرياء. يعني المعارك لا زالت يعني عند في أماكن بعيدة عن مركز المدينة. نحن نتحدث يعني الآن عن مقتربات تؤدي إلى المناطق المبنية والتي هي مأهولة بالسكان. يعني دعني أوضح لك. نعم. يعني موضوع داخل المدينة شهد نزوح خلال السنتين الماضيتين من الأطراف، من أطراف مدينة الموصل، ويعني من أقضية محافظة نينوى باتجاه المركز، هربا يعني من يعني الفعاليات والعمليات العسكرية التي كانت تجري على تلك الأطراف. ولذلك شهد مركز مدينة الموصل تواجد أعداد كبيرة من المدنيين، قد يصل يعني التقديرات يعني الأممية ويعني التقديرات من قبل المصادر المستقلة بوجود ما يقارب 1,800,000 مواطن في داخل يعني داخل مدينة الموصل، داخل المناطق المبنية. العمليات العسكرية الآن لا زالت خارج مدينة الموصل. التوصيات التي أصدرتها القوات المشتركة، القوات المسلحة العراقية المشتركة بعمليات يعني بالعمليات العسكرية، أنه أوصت المدنيين بالابتعاد عن يعني مقرات تنظيمات داعش ومراكز تواجدهم حتى لا يصابوا بأذى. أوصتهم بالبقاء في منازلهم، وهي لديها تجربة في منطقة القيارة حيث بقي السكان في أماكنهم. إن لم أقول لك أنهم يعني تعاونوا جدا مع القوات التي قامت بتحرير مدينة القيارة، وبعضهم حمل السلاح يعني وساهم في تحرير المدينة وفي هزيمة تنظيم داعش. يعني ننتقل إلى السيد السام الرائي. يعني بالنسبة لتنظيم داعش في المقابل يقوم بهجمات مباغتة بين الحين والآخر، أيضا يضرم النار ببعض الآبار النفطية حتى يعني يغطي على الغارات الجوية لطائرات التحالف الدولي. يعني هذه العمليات الآن، هل انهار تنظيم داعش وأخذ يتخبط ربما بتنفيذ بعض الهجمات أو بعمليات انتقامية؟ بالتأكيد عندما تقع ضربات مؤثرة
على تنظيم داعش ربما يقوم بعمليات من هذا النوع، حرق مباني وحرق آبار وسرقة معدات وسرقة مصارف، كل هذه الأعمال ربما سيقوم بها. بس أنا في تقديري والمعلومات التي تسرب بين ساعة وأخرى من داخل الموصل ومن محيط الموصل وعبر الفضائيات، مجموعة من الفضائيات، أنه بدأت تنظيمات داعش بالانسحاب بالاتجاه الغربي. ربما الآن القيادات تنسحب ومع عوائلهم ومع بعض المعدات الخفيفة والأسلحة الخفيفة، ولكن ستبقى المعركة الحقيقية والمعركة الكبرى هي ستكون في داخل مدينة الموصل بالجناح الأيمن والجناح الأيسر. ربما الجناح الأيسر ستكون المعركة، ربما تكون المعركة سهلة في الجناح الأيسر، ولكن المعركة الكبرى ستكون في الجناح الأيمن، لأن هناك خصوصية وهناك يعني مناطق قديمة وقابلة للدفاع من قبل الدواعش على شكل مفارس تعويق. وأنا أعتقد في النهاية سيكون هناك سيناريو، يعني أسوة بسيناريو الفلوجة وسيناريو تكريت وسيناريو الآخر اللي تم في مدينة حديثة، هناك تفاهمات حتى يعني نتحدث بشكل واضح، هناك تفاهمات وهناك من يقوم بهذه التفاهمات بين الدواعش وبين قوات التحالف أو القوات الحكومية. وأنا أعتقد في تقديري النتيجة النهائية سيكون هناك انسحاب سريع جدا من الدواعش إذا استخدم نفس الاستراتيجية السابقة التي تمت في مدينة الفلوجة أو مدينة تحديدا يعني حتى مدينة الرمادي ومدينة تكريت. وإذا تغير استراتيجية الدواعش ربما ستكون هناك يعني كارثة إنسانية وكارثة بشرية من التضحيات في مدينة الموصل. وأنا أعتقد أرجح الانسحاب أكثر مما أرجح قدرته على البقاء وقدرته على الدفاع داخل مدينة الموصل. يعني ما يؤكد هذا الكلام في خبرنا العاجل الآن، مصادر من داخل مدينة الموصل، عناصر تنظيم داعش يحرقون البيانات الخاصة بهم في بعض دواوينهم داخل مدينة الموصل. سيد الوكيل، يعني 6,000 عنصر من تنظيم داعش حسب ما أكدت واشنطن، يعني 6,000 عنصر، هل هم الآن قادرون على مواجهة القوات الدولية العراقية الأطراف المشاركة جميعا في هذه المعركة، أم أنه بالفعل بدأ ينهار والدليل أنه الآن بدأ يحرق البيانات الخاصة بعناصر التنظيم؟ إن كانوا 6,000 أو 2,000 أو 10,000، يعني هذه معركة غير متكافئة. وأنا أشرت في بداية حديثي وقلت أن ميزان القوى يعني يميل بشكل واضح وكبير لصالح القوات المسلحة العراقية المهاجمة، وإن كان يعني للمدافع أحيانا هنالك ميزة للمدافع، لكن يعني الميزان القوى لصالح القوات المسلحة العراقية. أنا أعتقد إن لم يحصلوا على فرصة يعني للهرب فإنهم سيتقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول يعني سيغير من هيئته وسيزور يعني حتى يعني أسماءهم، وسيحتمون بمراكز القوى في داخل مدينة الموصل، مراكز القوى العشائرية. القسم الثاني وهم المقاتلون الذين لا يستطيعون يعني أن يتخفون في داخل مدينة الموصل، وعليهم يعني عليهم معلومات في قاعدة يعني بيانات المعلومات الأمنية، فإنهم سيلجؤون إلى منطقة الجزيرة وبادية الأنبار ويختفون هناك كما فعلوا أو كما فعل تنظيم القاعدة عام 2007 و2008، بانتظار ما يصفونه في أدبياتهم بانتظار يعني فرصة التمكين. الفئة الثالثة يعني هذه الفئة المتمرسة وهم المقاتلون
الأجانب سواء كانوا عرب أو يعني من غير العرب، فهؤلاء سيهربون عبر مسالك هم حددوها مسبقا إلى يعني إلى خارج الحدود العراقية. نعم. هذا السيناريو. نعم. الذي أتوقعه استنادا يعني لتحليل ما جرى في معارك سابقة في مدينة. نعم. الفلوجة ويعني الشرقاط ويعني في القيارة أيضا اختفوا. نحن نقول يعني بالعراقي نقول تبخروا. نعم. يعني نعم. هم سيحاولون أن يتبخروا من الموصل بهذه الطريقة، ولكن ليس من البداية. نعم. سيحاولون القتال في البداية. ثانيا دعني أوضح يعني لك نقطة. فضل. هذه المعركة يعني ما هو الهدف السياسي من المعركة؟ هو الذي يحدد هل يحاصرون هؤلاء أم لم يحاصروا. هل ستخوض القوات المسلحة المعركة وجها لوجه يعني معركة يعني شرسة ودموية أم يعني هذا يعتمد. نعم. على الهدف السياسي للحرب. هل هو الهدف السياسي تحرير مدينة الموصل وطرد تنظيم داعش إلى خارج الحدود، أم الهدف السياسي للمعركة هو يعني تحرير مدينة الموصل وتدمير تنظيم داعش؟ يعني هذه النقطة مهمة جدا في خطة المعركة، وهذا ما سيتبين لاحقا، والعرب تقول الانتظار خير مستشار. يعني في أخبارنا العاجلة أيضا الحكومة التركية تؤكد أنها جاهزة لاستقبال مئات الآلاف من نازحي مدينة الموصل. سيد الوكيل عود مرة أخرى إليك يعني بهذا الموضوع التركي. أردوغان يؤكد اليوم أنه إذا لم تشارك القوات التركية بعمليات استعادة الموصل ستكون هناك عواقب وخيمة. دعني يعني هذا سؤال جيد. نعم تفضل. يعني ساعة الصفر تأخرت عن موعدها. وأنا يعني لاحظت امتعاض لدى الجانب الأمريكي، عبر عن الجنرال ويليام إف مولن هذا. نعم. من البحرية الأمريكية خلال محاضرة قبل أيام في معهد واشنطن. نعم. قال هنالك قيود يعني غير مسبوقة ولم تكن موجودة سابقا على مشاركة الولايات المتحدة في بعض القرارات، وهو يقصد يعني موضوع ساعة الصفر. التوقيتات كان هنالك خلاف عليها، أنا أعتقد خلاف عليها، ولذلك أنا أقول أن القرار عراقي وطني 100%، قرار تعيين ساعة الصفر تأخر. نعم. لماذا؟ القوات المسلحة العراقية قامت بالانتشار في المنطقة العازلة ما بين بعشيقة وما بين يعني مدينة الموصل. هذه المنطقة العازلة. نعم. شكلت بها القوات المسلحة العراقية عازلا، بحيث تركت القوات التركية في معسكر زيلكان بعيدا عن يعني ساحة. طيب. العمليات عزلت بين. نعم. يعني بعد لا تستطيع القوات التركية أن تشارك يعني في عملية في أي عمليات عسكرية داخل مدينة الموصل. طيب. أنا أعتقد هذا استفز الجانب التركي، وهذا إجراء سيد الوكيل سيادي يعني عراقي أيضا استفز يعني الجانب إذا سمحت التركي لي ودفعه إلى تحشيد. نعم. القوات يعني قوات تركية كبيرة الآن أعتقد فقط. أود أن نقرأ هذا الخبر العاجل يعني أيضا سيد الوكيل. يعني شمالي أو جنوب الحدود يعني التركية بمواجهة العراق. نعم. يعني السيد مقتدى صدر يدعو الآن، وفي خبر عاجل يدعو القوات المشاركة بمعركة استعادة الموصل، يدعوها في الحفاظ على أرواح الأهالي هناك. نعود إلى اللواء السامرائي ونسأله عن تركيا أيضا الآن ربما ستفتح قنوات دبلوماسية أخرى من خلال زيارة وزير الخارجية التركي المرتقبة إلى بغداد، هل ستشارك القوات التركية فعليا في المعركة؟ بالتأكيد القوات التركية أو الحكومة التركية تحديدا تحاول إشراك القوات التركية في عملية تحرير الموصل، لأن يعني هناك مصالح لتركيا في موضوع المشاركة في عملية طرد داعش. أنا لست مع تحرير المدينة، وإنما طرد داعش من المدينة
لأنه يعني كل المؤشرات وكل التصريحات وحتى آخر تصريح لرئيس الوزراء الدكتور العبادي في الأمم المتحدة قال بالحرف الواحد أننا سنطرد داعش من محافظة الموصل. يعني بالتأكيد هذا الموضوع هو الموضوع الذي يجب أن نتحدث عنه. ليست هناك أي نية حتى عند الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف بمقاتلة داعش. لو كان هناك نية لمقاتلة داعش لحوصرت الموصل من أربعة جهات. هذا هو يعني أنا كمراقب للأحداث العسكرية وكمحلل الأحداث العسكرية أنا أرى أنه فتح الممر الآمن، وأكرر الممر الآمن باتجاه البعاج باتجاه المنطقة الغربية وصولا إلى الحدود السورية، هذا يعني أن هناك تفاهمات بين من هم أصحاب القرار، ولا نريد أن نقول من هم أصحاب القرار، وبين الدواعش لغرض الانسحاب الآمن من في اللحظة المناسبة، الانسحاب الآمن في اللحظة المناسبة باتجاه الحدود التركية باتجاه الحدود السورية. ما تعني أنه مشاركة، يعني الآن أتحدث عن موضوع تركيا ومشاركة تركيا. تركيا تريد أن تشارك وبقوة، وأعلنت عبر تصريحات، وهناك وثائق وهناك تسجيلات وفيديوهات، وعبر التواصل الاجتماعي هناك اتفاقات مع الحكومة العراقية عند زيارة العبادي إلى تركيا وعند زيارة المسؤولين الأتراك إلى العراق. ولكن الآن القرار هو قرار العراق. العراق لا يريد أن تشارك القوات التركية في هذه المعركة. طيب سيد، بالتأكيد يجب أن ينال أمامها أمامها يعني شيء آخر، وهو عدم مشاركة الحشد، لأننا نعتبر أن الحشد ذو أجندات أخرى، مثل ما هناك أجندات لتركيا في المنطقة أو هناك مصالح، هناك مصالح إيرانية عبر الميليشيات في المنطقة. سيد الوكيل، إذا يعني قرار، يعني أريد من كل واحد منكم يعني يتوقع كم يوم أو كم شهر إيش قد راح تستمر معركة الموصل بتقديركم. يعني سيد الوكيل نبدأ معك، إيش قد تستمر المعركة؟ يعني حسم الصفحة الأولى والوصول إلى تخوم مدينة الموصل من جميع الجهات، أنا لا أتحدث عن المناطق القريبة في سهل نينوى، تحتاج يعني بضعة أيام. طيب شكرا. وسيد يعني من المحتمل إلى نهاية هذا الشهر. سيد السامرائي، كم تستغرق عملية استعادة الموصل؟ توقع يعني استعادة الموصل أنا في تقديري ستكون خلال منتصف الشهر القادم. الموصل محررة بالكامل، يعني سنبقى الموصل مطرود منها داعش بالكامل، العفو غير محرر، وإنما يتم طرد داعش بالكامل في النصف الثاني من الشهر القادم. يعني ربما الأيام القادمة ستثبت ما سيحدث من أحداث وتداعيات لمعركة استعادة مدينة الموصل. إلى هنا تنتهي هذه التغطية المباشرة. كان معنا ضيوفنا من بغداد العميد ضياء الوكيل الخبير العسكري، وكذلك من عمان مباشرة كان معنا اللواء هاشم السمرائي الخبير العسكري، وطبعا في سياق هذه التغطية كان معنا أيضا ناهض الزيدي موفدنا إلى محور الخازر من أرض المعركة. التغطية انتهت، ولكن هناك طبعا متابعة دائمة على مدار الساعة من قناة الفلوجة الفضائية لكل مسار معركة استعادة الموصل أولا بأول، بل لحظة بلحظة. ابقوا معنا ودمتم بخير.